بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سؤال يرتبط أيضا بالتزين، هل يمكن للمرأة أن تلبس الخاتم على سبيل المثال وتخرج أن تلبس المعاضد، أو أن تلبس على سبيل المثال الإسويرة، أو أن تلبس الحلي وتخرج أم لا؟ هل يجوز هذا النوع من الاستعمال إلى زينة الحلي والذهب أم لا؟ هنا الفقهاء يقولون كالسيد السيستاني بإمكان لبس الخاتم، بإمكان لبس الخاتم باعتبار أن إثارته يعني ما راح تكون متحققة، وعلى اعتبار أنه لبس اعتيادي إلى المرأة، والقصد من اللبس مجرد شنو؟ مجرد تجميل اليد، أو لربما إظهار أنها مرتبطة أو نحو ذلك، ولكن من دون أن يكون فيه نوع من الإثارة والإفتان إلى الرجل. أما بقية الحلي مثلا المعاضد، هذه مما لا يجوز إظهارها أمام الرجل الأجنبي، أو على سبيل المثال لبس القرطين للأذن، هذه مساحة يجب سترها أمام الرجل الأجنبي. سؤال آخر يرتبط بوضع المساحيق والمكياج، هل يمكن للمرأة أن تضع المكياج وتخرج خارج بيتها أم لا؟ طبعا المكياج هذا الذي يسبب نوعا من الإثارة والإفتان، والمكياج اللي نقصد فيه مثلا وضع يعني نوع من أحمر الشفاه، ومثلا المكياج هذا الذي يستعمل بلا شك موجب إلى نوع من الإثارة والإفتان، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي متمكجة، وهذا مصداق إلى التبرج المحرم شرعا، هذا مصداق من مصادق التبرج المحرم الذي لا يجوز شرعا بالنسبة إلى المرأة. زين، الآن النساء يسألون، ربما المرأة تنظف وجهها مجرد تنظيف بإزالة الشعر الزائد لحاجبيها لمثلا زين الوجه، فهل يجوز لها أن تخرج بعد ذلك من بيتها أم لا؟ نقول بأن مجرد التنظيف ما في مشكلة شرعية، والخروج أمام الرجال الأجانب إذا كانت المرأة تظهر بمظهر اعتيادي ليس موجبا إلى الإفتان، فكذلك هذا النوع من الخروج لا مشكلة فيه شرعا، هذا النوع من الخروج جائز شرعا. إذن المشكلة عند فقهائنا في استعمال الزينة بحد ذاتها، إذا كانت زينة مثل المساحيق هذه اللي عبرنا عنها أنه لا يجوز الخروج بها، والمشكلة فيما لو كانت هذه الزينة موجبة إلى الإفتان والإغراء، موجبة إلى الانتباه وتنبيه النظر إلى هذه المرأة، هذا النوع من التزيين يحرم شرعا، لا يجوز شرعا. زين، كذلك المرأة تسأل عن وضع صورتها في مثل وسائل التواصل الاجتماعي، هل يجوز أم لا؟ طبعا كما ذكرنا سابقا أن هناك حجاب إلى المرأة، حجاب يرتبط بالشكل، وحجاب يرتبط بالعفة والحياء، وعلى حيائها وعلى عفتها، فهنا ما يليق بالمرأة المؤمنة الدينة بأن لا تعمد إلى نشر صورتها، بحيث أي واحد يحفظ تليفونها يشوف أكي صورتها موجودة ويشوف شكلها موجود وكذا، هذا النوع يصطدم مع العفة والحياء الذي أرشد له الشرع المقدس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.